المبادرة هذه تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال الإنفاق، راح يكون الإنفاق الحكومي بحدود 60% و40% من القطاع الخاص. جودة الحياة لأننا في وطن العز والنماء، جودة الحياة لأننا باختصار في المملكة العربية السعودية. وجاء وقت العودة للوطن، ومن أهم الأشياء اللي كنت خايفة أني أفقدها الرياضة اللي تعلقت فيها وأصبحت جزء مني واللي كبرت وأنا أشوفها في الأولمبيات من بيتنا بالتلفاز. كان في الهاجس والقلق، هل سأستطيع ممارسة الرياضة في بلدي؟